هلو برايمر 2، هاو ار يو؟ اي هوب يو فاين. اوكي برايمر، النهارده يلا نكمل الدرس بتاعنا. اليونت 2. اوكي اند ستارت وذ ليسون 7 اند 8. اوكي سو ليتس ستارت دايركتلي وذ اكسرسايز نمبر 1. طيب النهارده يا برايمر هيكون ميعادنا مع الفونكس. اوكي وذ بيزي بي، عندنا النهارده 3 ساوندز، ايتش ساوند وذ تو اور مور ليتر. طيب عندنا اول صوت معانا اللي هو دبل او دبل او، وبعد كده عندنا اللي هي الاي ودبل ال، وبعد كده عندنا الدبل اي. اوكي طيب عندي برايمري هنا في الاو، ازاي انطق الكلمه دي؟ او 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 فوت 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 فوت. اوكي فوت. طيب كلمه اللي هي الاي دبل ال بنطقها او، يعني كاني بنطق الاي اللي في الاول يا برايمري او، خلاص كده فبقولها اول اول اول، خلاص كده. طيب واخر حاجه الدبل اي بنطقها اي، فيت تري ثري. اوكي طيب تعالوا نفهم شويه من اكسرسايز. عندي كلمه لوك كوك، لوك كوك، يبقى عندي foot look cook foot look cook. طيب اللي بعد كده small small wall small wall small wall. شايفين النطق ازاي؟ بعد كده green queen green queen، يبقى feet green queen. يلا مع بعض تاني، foot look cook tall small wall feet green queen. اوكي خلاص كده primary. تعالوا كده نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. اكسرسايز نمبر 2، underline double o a double l and double e say the words. طيب عندنا 6 words وهنشوف، هنحط خط تحت الايه الاصوات بتاعتنا اللي احنا خدناها النهارده. عندي book yes excellent wood عندي double o wall excellent ال a ودبل l bull three. ها مين هيقول اخر واحدة؟ excellent green. okay let's move to exercise number 3. write and say. عندي هنا 3 words، عندي book green small وعندي picture of a book. okay فانا عايز احط الكلمة دي في مكانها الصح في السنتنس اللي عندي. طيب فبنقول ايه؟ the اللي قدامي ده book، يبقى the book is البوك ده primary yes كبير ولا صغير؟ صغير، لان عندي الكلمة هنا بتقول ايه small، يبقى the book is small excellent small repeat after me the book is small and green the book is small and green. okay يلا بقى كده نشوف exercise number lesson number 8 healthy or unhealthy. okay طيب عندي هنا primary comparison عندي مقارنة بين اثنين، هنشوف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، ونشوف مين الhealthy ونشوف مين الunhealthy. طيب لا نشوف number 1، جانا is healthy and fit. عندي girl اسمها جانا is healthy and fit، هي دايما صحية اكتر وعندها لياقة بدنية احلى. She usually eats healthy food. طيب هي بتعمل كده ازاي؟ ان هي بتاكل دايما اكل ايه صحي. She does lots of exercise. She plays sports with her friends. She sleeps for 10 hours every night. Sleeps for 10 hours every night. يبقى جنى بتعمل ايه عشان تبقى healthy and fit؟ eats healthy food. Does lots of exercise, plays sports and sleep 10 hours every night. okay طيب تعال نشوف بعد كده البيكتشر اللي بعد كده.
number 2 شريف. شريف is unhealthy. يعني ايه unhealthy؟ يعني هيعمل يكون بيعمل ايه عشان يبقى unhealthy؟ he isn't fat. هو كمان ما عندوش لياقه بدنيه خالص. he often ate unhealthy food. وكمان دايما بياكل اكل unhealthy. طيب he doesn't do lots of exercise. ده كمان مش بيعمل تدريبات خالص ولا تمارين. he usually watches tv. ودايما قاعد قدام التلفزيون فدايما هيبقى lazy كسلان. he sleeps for 5 hours every night. طبعا بيفضل سهران قدام التلفزيون كل يوم ومش بيعمل تمرينات خالص فهيفضل ايه سهران قدام التلفزيون كده على طول. يبقى ده كده طبعا unhealthy خالص. يبقى ده عندنا ايه unhealthy والhealthy. لو unhealthy شوفي شايفه هو كده هي عندنا first girl دي قاعده قدام التلفزيون وعماله تاكله بس. لكن الجيرل الثانيه she's doing lots of exercise عماله تتدرب كتير وبتاكل اكل صحي كتير. يبقى كده هي هتبقى healthy وايه كمان وفت. اوكي طيب يلا يا برايمر نكمل كده مع بعض exercise number 2. what do they do read and complete. عندنا بقى المقارنة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت هنكملها هنا. عندي الاكتيفيتي جنى وشريف. عندي الهيلثي والانهيلثي. الهيلثي جنى بتعمل ايه؟ yes excellent eat healthy food. طيب شريف بيعمل حاجة healthy؟ لا ما بيعملش حاجة healthy. بيعملش حاجة خالص healthy خالص. يبقى مش هنحط عنده اي حاجة. طيب جنى في حاجة جنى بتعملها unhealthy؟ لا دي بتاكل اكل صحي. she eats healthy food وكمان بتعمل exercise كتير وبتنام كتير اللي هو الوقت اللي جسمها محتاجه. يبقى طبعا مش هنكتب عند unhealthy حاجة. بس بالنسبة لشريف yes شريف eats unhealthy food وكمان doesn't do any exercises وكمان sleeps only for 5 hours. اوكي طيب يلا نشوف exercise number 3 look read and circle. عندنا هنا هنشوف السنتنس ونشوف الصور ونختار اذا كانت الحاجه دي healthy ولا unhealthy. اوكي طيب look read and circle. number 1 I never ate vegetables. قال لي طبعا ازاي ما ينفعش ناكل vegetables كده unhealthy خالص. فهو already answered for us ده هو جاب لنا اول واحد. طيب number 2 I ate fruit every day. انا باكل فاكهه كل يوم. يبقى ده كده healthy ولا unhealthy؟ طبعا هيبقى ايه healthy. اوكي number 3 I ate lots of sugar. انا باكل سكر كتير جدا باكل حاجات فيها سكر كتير. ها يبقى ده كده healthy ولا unhealthy؟ طبعا unhealthy. اوكي excellent يا برايمر. I drink lots of water. انا بشرب مية كتير. ياس احنا قلنا ان قبل كده ان المية لما نشربها جسمنا بيحتاج مية كتير فاحنا لازم نشرب مية ايه كتير. يبقى كده ده كده ايه healthy. طيب number 5 I usually eat healthy food. انا دايما باكل اكل صحي. ياس ده كده ايه healthy. طيب number 6 I ate lots of cake. الكيك يا برايمر healthy ولا unhealthy؟ في حاجات الكيك في حاجات هيلث كتير بس برضو بيبقى فيه شجر كتير جدا فما ينفعش يبقى الحاجات فيها شجر كتير جدا وتبقى هيلثي. فطبعا دي هتبقى ايه ان هيلثي. اوكي برايمري سو this was our lesson today. thank you for listening. see you next time ان شاء الله. goodbye.